يقول السائل: ما هو ضابط التبديع والتشريك، وهل من فعل شركا يكون مشركا؟ نعم، من فعل الشرك الأكبر يكون مشركا، عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والتبديع، التبديع معناه من فعل بدعة، من فعل بدعة، والبدعة هي ما نسب إلى الدين من غير دليل شرعي، هي ما نسب إلى الدين من غير دليل شرعي. قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا، في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه هي البدعة، هذا ضابط البدعة كما في الحديث. ولكن في وقتنا الحاضر صار ناس يتكلمون في التبديع، وفلان مبتدع وفلان كذا، بدون ضوابط، وبدون كل من خالفهم قالوا هذا مبتدع. لا بد أن البدعة تكون مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما كل يعرف البدعة، بدعة لا يعرفها إلا أهل العلم الذين يعرفون السنة والبدعة. لا يجوز التوسع في هذا الأمر إلا بعد التثبت، بعد التثبت. وربما إن الإنسان فعل فعلا مخالفا عن جهل، فلا يتسرع إلى تبديعه حتى يبين له، ربما يكون لا يعرف، فإذا تبين له ترك هذه المخالفة. نعم، فالأمور تحتاج إلى ضوابط في التبديع والتكفير والحكم على الناس، لا بد من ضوابط شرعية. نعم، ولا بد أن يكون ذلك عن علم. نعم.